بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن شيء لم يقع فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهم ما داموا يعجلون الفطر فهم على السنة، ويحرصون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضيعوا هذه الخصلة وأخروها اقتدوا بأهل الكتاب باليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على أن تخالف أمته اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى هم الذين لا يتناولون الإفطار إلا بعد اشتباك النجوم، كفعل بعض الطوائف الضالة الذين لا يفطرون مع الناس عند غروب الشمس، وإنما يؤخرون ذلك حتى اشتباك النجوم. فإذا أخروا ذلك فقد خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتدوا باليهود والنصارى. والنهار المعد للصيام هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم شاء أو أما، وليس له أجر على تأخيره الفطرة، وإنما الأجر بالأخذ بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص عليها المسلم دائما وأبدا، لأن فيها الخير وسعادة الدنيا والآخرة. فالخير كله في اتباع السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الشرائع وأمرنا بالأخذ بها، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحق بالاتباع لمن وفقه الله جل وعلا وسدد خطاه. وسنة وطريقة اليهود والنصارى ضالة مضلة،
فعلينا أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه وقيامه وزكاته وكل ما أمرنا الله جل وعلا به في الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صلى صلى الله عليه وسلم وأطال القراءة والركوع والسجود في بعض الأحيان، وصلى وخفف القراءة والركوع والسجود في بعض الأحيان، وعلينا أن نقتدي به في الإطالة وفي التخفيف. فقد صلى مرة بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، ركعة واحدة قرأ في هذه القراءة البقرة والنساء وآل عمران. وصلى صلى الله عليه وسلم سنة الفجر بخففها كثيرا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: أقول هل قرأ بأم الكتاب أو لم يقرأ بها كاملة؟ أقول هل قرأ بأم الكتاب أو لم يقرأ بها؟ شكت رضي الله عنها مع أنها متيقنة أنه قرأ بأم الكتاب، لكن من زيادة تخفيفه عليه الصلاة والسلام شكت في هذا. فينبغي للمسلم أن يحرص إذا سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسنة الفجر يحسن تخفيفها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، يعني صلاتكم وعبادتكم وحجكم. النسك يطلق على العبادة ويطلق على الحج. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، يعني إذا عجل الناس فطرهم عند الغروب فهذا علامة خير وتمسك بالسنة، أما إذا تركوا السنة جانباً فإن الشر يأتيهم من كل جهة. وهذا الحديث متفق عليه، لا يبحث في سنده ولا في متنه، فهو دليل واضح. أما الحديث الآخر المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. بمعنى الحديث السابق، يعني كلما تعجل الإنسان في الفطر بعد غروب الشمس فهو أحب إلى الله جل وعلا. وفي معناه: وإن لم يكن بلفظه، وهو دليل على محبته جل وعلا للمتمسك بالسنة، لأن كلما عجل المسلم فطره فهو متمسك بالسنة والله يحبه، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
فمحبة الله جل وعلا لعبده بحسب تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت سنة سهلة ويسيرة ولا تتطلب مشقة فهو بحسب تمسكه بالسنة يوفق لما سواها. فمثلا إذا دخل المسجد وقدم رجله اليسرى ساهيا فرجع القهقرى ثم قدم اليمنى ودخل، هذا خير كثير، دليل على حرصه على السنة. وإذا قدم رجله اليمنى عند الخروج فإذا تقهقر ورجع وقدم رجله اليسرى عند الخروج فهذا دليل على حرصه على تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يحرص كل الحرص فيما يأتي ويذر يكون موافقا للسنة، وبهذا تكون كل أفعاله العادية قربة له عند الله جل وعلا، لأنه إذا حرص على تطبيق السنة فهذا خير كثير والله جل وعلا يحبه. قال الله عز وجل، هذا الحديث وأمثاله يعتبر من الأحاديث القدسية، والأحاديث القدسية هي المروية عن الله جل وعلا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث قدسي لأنه رؤيا رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، دلالة واضحة على أن الله يحب من عباده المتقين، يحب من عباده الصالحين، يحب من عباده المتمسكين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يحب ويحب، يحب هو بذاته جل وعلا يحب عباده المؤمنين ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، خلافا لأهل الضلال والبدع الذين ينكرون محبة الله لعباده. ولم تنكرونها؟ قالوا لأن هذه تدل على ميل القلب إلى هذا الفعل، وهذا ينزه الله عنه، ما يميل قلبه جل وعلا إلى شيء دون شيء. يقول هذا في صفة المخلوق، أما الخالق جل وعلا فله الصفات العلى، الصفات التي تليق بجلاله وعظمته ولا يشبه بالمخلوقين. فأهل البدع ومنكر الصفات شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، خطر على بالهم التشبيه، شبه الله جل وعلا بصفات خلقه ثم عطلوه من الصفة بالكلية، نفوها عن ربهم تبارك وتعالى. والله جل وعلا يحب المتقين بنص كتابه، يحب التوابين ويحب المتطهرين،
يحب من أطاعه ويبغض من عصاه. وعلينا أن نحذر أن يخطر ببالنا صفة المخلوق في المحبة، فالمحبة الله جل وعلا لعباده ثابتة بالكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون من أهل السنة والجماعة. ما أحد من أهل السنة والجماعة ينفي صفة المحبة عن الله. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات ربنا تبارك وتعالى فيجب علينا حتما أن نؤمن بذلك وأن نصدق، ولا يتطرق إلينا شك أو ريب، وأن نبتعد عن التشبيه وصفة المخلوقين. معنى المحبة موجود، معنى المحبة واضح ثابت في الكتاب والسنة، معناها معلوم لنا، لكن هل محبة الله جل وعلا لعبده كمحبة الولد لولده أو زوجه أو أخيه؟ تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يحب من عباده التوابين ويحب المتطهرين. أهل السنة والجماعة يثبتون ولا ينفون، وإنما ينفون التشبيه وينفون التحريف وينفون التعطيل. التعطيل أن تقول لا يا ربي أنت ما تحب أحد، هذا عطلت ربك من صفاته. التشبيه تقول محبة الله لعبده مثل محبة الولد لوالده، أو الوالد لولده، أو الزوج لزوجه، وهكذا. هذا تعطيل، هذا ما يجوز، لأن في هذا تشبيه، فنبتعد عن التشبيه والتعطيل. والذين عطلوا الله من صفاته ما عطلوه إلا لأنهم شبهوه أولا، شبهوه فعطلوه من صفاته. وأهل السنة والجماعة يبتعدون عن التشبيه، ليس كمثله شيء جل وعلا، وهو السميع البصير. الجزء الكريم من هذه الآية العظيمة فيه دليل لإثبات مذهب أهل السنة والجماعة، ودليل لنفي التشبيه عن الله جل وعلا، ودليل لنفي التعطيل عن الله جل وعلا. فجمع الله المذاهب الثلاثة إثبات واحد منها ونفي الاثنين بهذا الجزء الكريم من الآية الكريمة، ليس كمثله شيء. أي صفة تخطر على بالك من صفات الباري لا تشبهها بصفة المخلوق أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نفي للتعطيل. والجزآن من هذه الآية الكريمة فيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بدليل واضح على أن الله يحب المتعجلين بالفطر، وأنه كلما تعجل الإنسان فهو أفضل، لكن ذلك بشرط أن يكون تحقق الغروب. أما أن يفطر والشمس موجودة هذا إفساد للصيام.
وهذا الحديث فيه مقال لكنه موافق للأحاديث الصحيحة الثابتة بالصحيحين: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذا تحقق الغروب فيستحب تعجيل الفطر. وهذا سنسمع إن شاء الله الكلام فيه الحديث في السند، وأما المعنى فهو صحيح وموافق للأحاديث الصحيحة. أقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث، الحديث حسن. درجة الحديث أي حديث؟ حديث الترمذي عن أبي هريرة: أحب عبادي إلي. يعني هذا الحديث الصحيح هذا الحسن، وأما ذاك فلا كلام فيه، هذاك لأنه متفق عليه، والمتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم لا مجال للحديث للكلام فيه، فهو صحيح قطعا. نعم. قال: حديث حسن. درجة الحديث، الحديث حسن. قال الشيخ: حسن يعني دون الصحيح، دون الصحيح، ترتيبها الصحيح ثم الحسن ثم التسلسل كذلك. نعم. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. ما رواه إلا الترمذي، يعني الكتب الستة، السنن الأربعة، السنن الأربعة على الترمذي والبخاري ومسلم، ما خرجوا هذا الحديث، لكن لا يرد لكونهم لم يخرجوه. قال محرره عفى الله عنه: زيادة الترمذي هذه ساقها المصنف هنا وذكرها في التلخيص، ولم يعقب عليها بشيء مما يدل على قبولها عنده، ومعناها موافق للأحاديث الصحيحة في هذا الباب. الصحيح يعني أنها ساقها ابن حجر رحمه الله مع هذا الحديث الصحيح، ولم يعلق على ذلك بشيء، ما قال هذا ضعيف أو فيه راو ضعيف أو نحو ذلك دليل على قبولها عنده. وهذا الحديث في سنده مرة ابن عبد الرحمن المغازي، قال الإمام أحمد: إنه منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا بأس به. ووثقه ابن حبان. يعني اختلفوا فيه رحمهم الله. الإمام أحمد رحمه الله قال منكر الحديث، وقال ابن عدي لا بأس به، يعني صحيح حديثه. ووثقه ابن حبان رحمه الله، وابن حبان رحمه الله معروف بالتساهل في التوثيق، يوثق من ليس بثقة عند الجميع رحمه الله. وقال الحافظ: هذا الكلام في السند، هذا الكلام في السند، أما المعنى الحديث المتن، عندنا السند وعندنا المتن، أحيانا يكون السند ضعيف في راو مجهول أو في راو كذاب أو في راو ما هو صحيح ما يعتمد عليه، لكن المعنى صحيح المتن، ومعناه وقال الحافظ صدوق وله مناكير. وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. مفردات الحديث: لا يزال من زال يزول زوالا، يتعدى بالهمزة والتضعيف، وزال من أخوات كان،
ويشترط لها أن يتقدمها نفي أو نهي، والمراد بها ملازمة المسند للمسند إليه. فإذا قلت ما زال خليل واقفا فالمعنى أنه ملازم للوقوف. ما عجلوا ما هنا حرفية مصدرية ظرفية، ومعناها مدة تعجيلهم الفطرة ما يؤخذ من الحديث. إذا عجلوا الفطرة فهم لا زالوا بالخير، وإذا أخروا الفطرة ارتفع الخير عنهم وقل. ما يؤخذ من الحديثين أولا، انظر المؤلف رحمه الله قال درجة الحديث، ثم قال ما يؤخذ من الحديثين. الدرجة أتى بها للحديث الآخر، حديث الترمذي عن أبي هريرة، درجة الحديث. أما ذاك الأول فلا يحتاج أن ينظر في درجته، هو صحيح متفق عليه. ما يؤخذ من الحديثين جميعا، الاثنين معا. نعم. ما يؤخذ من الحديثين أولا استحباب تعجيل الفطر، وقد اتفق العلماء على استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو بخبر ثقة أو غلب على ظنه الغروب. أو خبر ثقة كخبر المؤذن، المؤذن مثلا يؤذن، المؤذن ثقة، موضوع لهذا الأذان أنه لا يؤذن حتى تغرب الشمس. نعم. ثانياً، إن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله وزوال الخير عمن أخره. زوال الخير عمن أخره لأمور كثيرة، وهم حينما أخروا الفطر زال عنهم الخير، زال عنهم الخير، وليس المراد فقط هذا الشيء. فإذا أخر المسلم الفطر فقد تعلق بشر كثير. نعم. ثالثا، الخير المشار إليه هو اتباع السنة، ولا شك أنه سبب خيري الدنيا والآخرة. ففي سنن أبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم ونحوه في الصحيحين. فالشارع الحكيم يطلب من المسلمين ألا يشابهوا أهل الكتاب في عاداتهم، فتعجيل الفطر شعار يفرق بين صيام أهل الإسلام وأهل الكتاب، وبين سوء المخالفة وحسن الاتباع والاقتداء. رابعا، هذا الحديث من المعجزات النبوية، فإن المعجزات النبوية يعني علامة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن هذا الشيء قبل وجوده، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، معناه أنهم سيؤخرون الفطر ويكونون في شر. وهذا من معجزاته، معجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة، التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. فالناس زاد عنهم الخير بعد القرون المفضلة، بعدما وجدت هذه البدعة الكثيرة، تعجلوا وأخذوا بالبدعة وتركوا السنة. وكلما أخذ المسلم ببدعة فإنه يترك مقابلها من السنة والعياذ بالله. نعم. أربعة، هذا الحديث من المعجزات النبوية، فإن تأخير الإفطار هو طريقة بعض الفرق الضالة. خمسة، قال ابن عبد البر وغيره أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة، وأجمع العلماء على أن تعجيل الفطر وتأخير السحور سنة متبعة، حكاه الوزير بن هبيرة وجزم به الشيخ تقي الدين. سادسا، قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل.
فهذا يقتضي أن الإفطار عند غروب الشمس، فقد أجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب، وأن السنة أن يفطر إذا تحقق الغروب، وأن له الفطر بغلبة الظن اتفاقا، وذلك إقامة للظن مقام اليقين. وأن له الفطر بغلبة الظن، يوم مثلا أذن المؤذن ونحن في المسجد هنا مثلا ما شفنا الشمس، يغلب على ظننا أن المؤذن ما يؤذن إلا لما غربت الشمس، ما نقول جيب شهود ونطلع نشوف الشمس هل نراها ولا لا، لا يكفينا كلام المؤذن، لكن هل يحلف الواحد منا أنها غابت الشمس؟ لا ما يقدر يحلف، إلا أنه يعني يغلب على ظنه أن المؤذن ما يؤذن إلا إذا غربت الشمس. ولا قد وجد بعض الأحيان يقال أن من يكون خارج المسجد بعيد قد يرى الشمس والمؤذن يؤذن بناء على غلبة ظنه بناء على التقويم أو نحو ذلك. نعم. قال الشيخ تقي الدين: ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل، ويفوت تعجيل الفطر فعليه لا يستحب التعجيل مع الغيم إلا إلى أن يتيقن الغروب، وكره الفطر مع الشك في غروب الشمس، ولا يكره السحور مع الشك في طلوع الفجر إلا الجماع. يعني الشك في غروب الشمس ما يجوز للإنسان أن يفطر، والشك في طلوع الفجر له أن يتسحر. لما؟ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه أولا، فمثلا السحور إذا شككنا في طلوع الفجر فالأصل الليل، أن لنا أن نتسحر ونأكل ولا حرج علينا، أما إذا شككنا في غروب الشمس فالشك هذا يجب أن نطرده ونبعده عنا، لأن إذا شككنا في غروبها معنا وكأننا أكلنا قبل غروبها، والأصل على ما كان عليه. سابعا: الأكل ونحوه مع الشك في طلوع الفجر جائز، والإفطار مع الشك في الشمس لا يجوز، وهو مبني على قاعدة شرعية عظيمة، هي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ففي السحور الأصل بقاء الليل، وفي الفطر الأصل بقاء النهار. ثامنا: فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا يليق بجلاله، وأن هذه المحبة إثباتا حقيقيا يليق بجلاله. فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه، يعني إثباتا صحيح حقيقي، ما هو شك ولا هو تأويل ولا غير ذلك، إثباتا حقيقيا يليق بجلاله. نعم. ثامنا: فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله، وأن هذه المحبة الربانية تتفاوت، فأحبهم إليه أكثرهم لشرعه اتباعا ولأمره امتثالا. قال تعالى: قل أحب يدل على أن فيه محبوب وفيما هو أحب، والأحب كلما كان المرء يعجل فطره فهو أحب إلى الله. إذا كان الأول يفطر عند غروب الشمس والآخر يؤخر دقيقة بس فقط، فالأول أحب إلى الله جل وعلا ما دام تحقق من غروب الشمس. تتفاوت، وأن هذه المحبة الربانية تتفاوت، فأحبهم إليه أكثرهم لشرعه اتباعا ولأمره امتثالا. قال تعالى:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني من زعم أنه يحب الله هذا زعم يجوز أن يكون صحيح وأن يكون غلط، لكن ننظر في عمله، إن كان عمله موافقا للسنة فهو صحيح، وإن كان عمله مخالف للسنة فهي دعوة كاذبة. قل إن كنتم تحبون الله صحيحا محبة حقيقية فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين يزعمون أنهم يحبون الله وهم لا يتبعون الرسول فهم كذبة، كاذب ما يحبه، لأنه ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تاسعا، الطوائف في المحبة ثلاث. واحد، المعطلة يقولون إن الله لا يحب ولا يحب، وهؤلاء نفاة صفات الرب جل وعلا. اثنين، الأشاعرة يقولون إن الله يحبه خلقه ولكنه لا يحب، لأن إثبات المحبة له هو إثبات ميله إلى ما ينفعه أو عما يضره، والله منزه عن هذا، وهذا قول باطل، لأن هؤلاء شبهوا الله تعالى بخلقه ثم عطلوه من صفاته. ثلاثة، أهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويحب كما جاءت النصوص بذلك، ولكن محبته لشيء من الأشياء هي محبة لائقة بجلاله، ليست كمحبة المخلوقين، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا كلام الناس في المحبة. بعض الناس يجهل، ينزه الله جل وعلا عما وصف به نفسه، وهذا تعطيل للصفة. منهم من ينزه الله جل وعلا عن هذه الصفة ويتأولها، يثبت اللفظ لكن يقول المعنى لا ما هو صحيح، يقول هذا تعطيل لهذه الصفة. وإنما الواجب على المسلم أن يتبع الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة ولا يخالفهما، ولا ينزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته، ينزه الله جل وعلا عما لا يليق، ولا ينزه الله جل وعلا عما يليق بجلاله وعظمته. فلا ننفي عنه صفة السمع، ولا ننفي عنه صفة البصر، ولا ننفي عنه صفة الإرادة، ونثبت لله ما أثبته لنفسه، وننزه عنه جل وعلا، ننزه عما لا يليق بجلاله وعظمته. فهو يريد سبحانه وتعالى، وإرادته ليست كإرادة المخلوق، وهو يسمع وسمعه ليس كسمع المخلوق، وهو يبصر وليس بصره كبصر المخلوق، وهكذا. فعلينا أن نتبع أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بالكتاب والسنة، ونحذر الصفات البدعة والأشاعرة والجهمية والغيرهم من المعطلة أو النفاة أو المؤولة. والناس في باب الصفات عموما، الناس في باب الصفات عموما، ونقول الناس ولا نقول العلماء، لأن اختلاف الفقهاء رحمهم الله، نقول اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذا الشيء، ونترحم عليهم الفقهاء. لكن الناس في باب العقائد، نقول اختلف الناس في باب العقائد في باب كذا. فمثلا الجهمية والمعطلة والأشاعرة وغيرهم، كل هذه أهل بدع، أهل بدع يجب علينا أن نحذرهم ونبتعد عن صفاتهم. وأهل البدع يتفاوتون، منهم من يثبت
ومنهم من ينفي، منهم من يثبت ويشبه، وهذا تشبيه وتمثيل لله جل وعلا بصفات خلقه، ومنهم من ينفي وهو هذا يقال له معطل، يعني نافي للصفة، يعطل الله من صفاته، يقول سميع بلا سمع، هذا يعطل الله من السمع والبصر وغيره. فنقول الطوائف الناس عموما ثلاث طوائف: طائفة أثبتت وشبهت، وطائفة نفت فعطلت، وطائفة أثبتت إثباتا بلا تشبيه ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين بلا تعطيل. يقول سمع، يسمع جل وعلا سمعا حقيقي لا إشكال فيه، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل جل وعلا. وحينما قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ذهبا إلى فرعون إنه طغى إلى آخر الآيات، قال لا تخافا، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، نخاف إذا قلنا له اتق الله وتب إلى ربك واعبد ربك، نخاف يقول خذوه سجنوه، سجنوه اضربوه اقتلوه، يخاف أن يفرط علينا ويطغى. قال الله جل وعلا لا تخافا من هذا أبدا، إنني معكما أسمع وأرى. لأن وعيد فرعون قد يكون شيء يسمع، يقال اقتلوه اذهبوا به، هذا كذا هذا كذا، أسمع وأرى لو بالإشارة بس، فهو يرى الإشارة جل وعلا ويرى ويسمع، أسمع وأرى. فهو جل وعلا لا يفوت عليه شيء، وقلوب العباد بيديه سبحانه وتعالى بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهكذا أيها الإخوة علينا أن نحذر صفات أهل البدعة، أن ننزه ربنا عن شيء من صفاته الحقيقية، أو نعطل ربنا عن شيء من صفاته الحقيقية. فالتعطيل نفي للصفة، والتشبيه إثبات مع التشبيه، كما يقول قائلهم يسمع كسمعي أو يبصر كبصري أو يستوي ويجلس على الكرسي كجلوسي، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ويستوي على العرش سبحانه وتعالى سواء يليق بجلاله وعظمته. وهكذا أيها الإخوة علينا أن نحذر صفات البدعة، وصفات البدعة تضر المسلم وتهلكه. إنني معكما أسمع وأرى. ولهذا قلنا الناس في باب الصفات ثلاث طوائف: منهم مسلم تقي يصف الله بما يصف به نفسه، ومنهم غلا في الإثبات فشبه الله بخلقه، ومنهم من غلا في التنزيه بزعمه وهو تعطيل فعطل الله من صفاته. وعلى السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطنا الشيء اللي بالموضوع.
عندنا جماعة في بلادنا. يقول السائل: في بلادنا جماعة يستدلون في تأخيرهم الفطور بقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ما هو الرد عليهم؟ رد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد غربت الشمس. فالليل متى إدباره ومتى إقباله؟ إقبال الليل بغروب الشمس، إقبال الليل بغروب الشمس، وليس إقبال الليل بغير ذلك أبدا. يقول: إذا علمنا أن المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس بدقائق، فهل نخرج لنتحرى غروب الشمس أم هذا تكلف؟ لا يا أخي، الأصل أن المؤذن يؤذن إذا سقط قرص الشمس، هذا هو الأصل، وإذا احتاط بعضهم نحو ذلك فهذا ليس تشريع، وإنما التشريع إذا غربت الشمس سقط قرصها خلاص. يقول السائل: في بلادنا يؤذن قبل غروب الشمس بثلاث دقائق، وأنا أفطر على غروب الشمس وأحث والدي على هذا وهم ينكران علي، ما حكم فعلي هذا؟ لا يا أخي، ما يسوق مثل هذا، ما تؤخر أنت إفطارك لأن المؤذن يؤذن قبل الغروب، ما يجوز أن يؤذن قبل الغروب. إذا صححت إفطارك والناس الآخرون الذين يفطرون عند الأذان، الواجب أن يصحح الأذان، يصحح أذان المؤذن، يبين للمؤذن أن لا يؤذن إلا عند الغروب، فإذا أذن والشمس بينة فقد أفسد على المسلمين صيامهم، وإذا أخر فوت عليهم السنة. ولذا لما شرعت المنارات في المساجد لأجل أن تأكد من غروب الشمس، يطلع يناظر الشمس، إذا غربت الشمس أذن، قبل الغروب ما يسوغ له أن يؤذن. يقول السائل: إذا كان الإنسان في بلد يؤخر فيه الأذان في رمضان بربع ساعة بدعوى الاحتياط، فهل يفطر الإنسان في بيته بعد غروب الشمس أم أنه ينتظر الأذان ويفطر مع جماعة المسلمين؟ هذا مثل ذاك، هذا نقول لا تؤخر ولا تقدم، وإنما كن مع المسلمين، وعليك أنت وإخوانك المسلمين أن تصححوا أعمالكم وأعمال مؤذنيكم كما هو الواقع، كما هو الواجب علينا وعليكم، أن الأذان يكون عند غروب الشمس، فلا نعجل ولا نتأخر ولا نتقدم، الواجب ملاحظة السنة. يقول السائل: إذا حان وقت صلاة الفجر وأنا في الطائرة كيف أصليها؟ هل يجوز لي تأخيرها إلى حين النزول؟ وإذا كان هناك حرج في الوضوء فهل أتيمم؟ الصلاة ما يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا علم أن الطائرة تنزل قبل طلوع الشمس فنعم فينتظر حتى تنزل، وإذا علم أنها لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس فيجب عليه أن يصلي في الطائرة، والصلاة في الطائرة يستقبل الجهة التي جهة القبلة، مثلا إذا كان متوجه
من الشرق إلى الغرب، والقبلة أمامه في الغرب، فيستقبل استقبال الطائرة. وإذا كان خارج من جدة مثلا إلى أي جهة، فالطائرة تكون متوجهة لغير القبلة، فيعكس اتجاه الطائرة ويصلي حسب استطاعته، واقف أو جالس متربع أو على الكرسي أو على أي حالة يستطيع الصلاة فيها. ثم إن كان الماء موجود فيجب عليه أن يتوضأ، وإن كان لا يستطيع استعمال الماء لسبب من الأسباب فعليه أن يتيمم. ولا يجوز للمسلم في حال من الأحوال أن يؤخر الصلاة عن وقتها، خاصة صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر وقتها محدد ولا تجمع مع ما قبلها ولا ما بعدها، بخلاف صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه إن عجل في الوقت الأول فلا بأس، أو أخر في الوقت الثاني فلا بأس. يقول السائل: رجل توفي وخلف ولدا وثلاث إناث وأب وأم، إلا أن أحد إخوانه تزوج زوجته وخالط الأيتام في المال وتاجر فيه ورعاهم ورعى المال رعاية، ويحب الآن أن يعمل مشروع مياه خيري أجره للمتوفى، فمن الذي يحق له صرف قيمة المشروع كون ولد المتوفى قاصرا؟ أما المشروع هذا الذي يحب أن يقيم فلا يخلو، إن كان أوصى بذلك الميت أو من ماله هو هذا الوكيل فلا بأس، أما أن يعمل المشروع من مال الأيتام فلا يجوز له. وإنما هم إذا كبروا من حقهم أن يتبرعوا لأبيهم، لكن قبل كبرهم ما يجوز للرجل أن يبذل من مالهم لسبيل مشروع خيري أو نحو ذلك. يقول: رجل وكل آخر في شراء سلعة ولم يشترط له ثمنا لها، فلما اشتراها الثاني زاد له في ثمنها، فهل يشرع ذلك؟ هذا غش، هذا كذب، إذا زاد في ثمنها ما يجوز هذا. يقول السائل: هل يجوز دفن اثنين في قبر واحد لغير حاجة؟ لا يجوز ذلك إلا إذا وجد حاجة، كان يكثر الأموات ويصعب الحفر لكل واحد، فلا بأس أن يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد ويجعل بينهم حاجز ترابي قليل. يقول السائل: هل إذا خالطت وجالست الحزبيين أكون آثما، وهل التحذير منهم يعتبر من الغيبة وتفرقة لكلمة المسلمين؟ البدع تتفاوت والضرر فيها يتفاوت، في بدعة ما يجوز للإنسان أن يجالس أهلها، لأنه إذا جالسهم توقعوا أنه يحبذ هذا العمل ويدعو إليه ونحو ذلك، وفي بدعة يجوز أن تجالسهم لأنها خفيفة وأسهل من غيرها، مثل بدعة الاحتفال بالمولد، بدعة الاحتفال برجب، الاحتفال بالإسراء والمعراج، الاحتفال بالهجرة، هذه بدع مضلة ولا يجوز الإنسان أن يأخذ بها، لكنها أخف وأسهل من غيرها.